أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتايوان، متجاهلاً الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح، مشيراً إلى أن الصفقة لا تزال تتطلب موافقة الكونغرس. وشدد ترامب على أن واشنطن مقتنعة حقاً بأن سلطات تايوان ستستخدم هذا السلاح بصورة مسؤولة للغاية. وجاءت موافقة الرئيس الأمريكي على الصفقة التي تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس في أعقاب فشل المفاوضين الأمريكيين والصينيين في دفع المحادثات التجارية إلى الأمام.